عيب بيطلع بره هذا الخط اللي احنا بنتكلم فيه الاحترام والادب والاخلاق. اي حد بيطلع بره هذا الخط اللي الجمهور نفسه بيلفظه حتى لو مش بعدها على طول. لو قعد يوم اتنين تلاتة، اسبوع اتنين تلاتة، عمره ما بيبقى من النجوم اللي بيتذكرها كل الجمهور. وبالمناسبة ممكن يبقى لعب ماتش او ماتشين، واحد لعب ماتش او ماتشين، ولكن اخلاقه ومبادئه موجودة داخل النادي الاهلي او تتواكب مع مبادئ واخلاق النادي الاهلي، تلاقي الناس كلها عارفاه وحافظاه وشايفاه وعارفة هو اسمه ايه ولعب كم ماتش وعمل كم جون وجاب كم جون، وواحد تاني عمل خد قد كده بطولات ولكنه خرج عن المألوف في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي نفسه، جمهور النادي الاهلي نفسه بيلفظ مثل هذه الشخصيات، والأمثلة كثيرة جدا وانتوا عارفينها اكتر مني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما احنا هنفضل ماشيين في هذه بهذه الطريقة وبهذا النهج، لان احنا ده النادي الاهلي، هي دي مبادئ النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي، هي دي طريقة النادي الاهلي. ونتمنى يا رب، نتمنى، خدوا بالكم النادي الاهلي مش مؤسسة رياضية كبيرة جدا ومن او اهم مؤسسة رياضية في مصر وفي العالم العربي والعالم الافريقي، ولكن النادي الاهلي دوره مش رياضي فقط، دوره ايضا ازاي نعلم الجميع، الجميع اللي ما عندوش اي تعليم لازم يتعلم من النادي الاهلي ايه اللي بيحصل والطرق اللي احنا بنمشي بيها والاسلوب اللي احنا بنمشي بيه، مش اللي انا بمشي بيه، اللي النادي الاهلي بيمشي بيه. افتكروا اللقطات دي، انا هجيب لكم لقطه كده، يعني لقطه على عكس لقطه تانية مثلا مش هقدر اجيبها. يعني اللقطه دي مثلا عماد متعب كابتن فريق النادي الاهلي، كابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي، تخيلوا بيتخانقوا مع بعض، مش بيتخانقوا يعني، لكن بيزقوا بعض عشان يشوفوا، بيقول له تعالى انت اللي شيل الكاس، مش حد بيخطف منه الكاس يعني في لقطات كده يا جماعه هنفضل نتذكرها مدى الحياه، مش عشان الكاس لا، ولكن عشان الاحترام والادب والاخلاق. هو ده النادي الاهلي بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه اللقطه دي تمثل النادي الاهلي. اللقطه اللي امام حضراتكم وجود الكابتن عماد متعب والكابتن حسام غالي، مهما كان هناك، اذا كان يعني هناك خلافات، كان في كذا في كذا في كذا، كابتن عماد اعتزل، الكابتن حسام اعتزل اشتغل شويه ومشي وكذا، لكن في النهايه يظل اسم النادي الاهلي فوق الجميع. هذه اللقطه تمثل النادي الاهلي في كل شيء، في كل شيء. عشان كده انا بقول لحضراتكم عمرنا ما هنطلع بره الخط اللي يعني هو خط احنا ماشيين عليه وهنفضل ماشيين عليه، عمرنا ما هننساق الى الامور الاخرى، هنفضل ماشيين ندافع عن نادينا، نحترم الاخرين، كل الناس بنحترمهم وفوق دماغنا، ما عندناش اي مشكله مع حد، ولكن سنظل ندافع عن النادي الاهلي ونقف خلف النادي الاهلي من وجهه نظرنا بهذه الطريقه اللي احنا اتعلمناها داخل النادي الاهلي.